مرحبا بكم في حلقة جديدة من احنا معاك، البرنامج اللي يحاول يتبع اصحاب المشاريع ويوريهم ثنية. باش نبداو بمتابعة لحالة صفاء، الطفلة اللي حارت باش تلقى ستاج في البريسينك. في حلقة سابقة كنا قابلنا صفاء اللي تحلم بمشروع التنظيف بالشائح. اختي ما عنديش مخ، انا مش نعلم بصراحة، ما نجمش عزيزتي نعلم ستاج. لكن حتى حد ما حب يقبل صفاء باش تعمل معاه ستاج، حاجة ضرورية باش تاخد تمويل للمشروع هذا. ما قبلوني. ما قبلوكش؟ عليه؟ عندي كار. بعد مدة فريق احنا معاك تفاهم مع بريسينك باش نجم صفاء تعمل فيه ستاج متاعها. مرحبا، انا صفاء جيت نحب نعمل عندكم ستاج. مرحبا يا صفاء، رانا نستناو فيك عندنا برشا. يا عيسى. تفضل يا سيدي، مرحبا يا عيسى. تفضل. هذه يا شايمة، هذه تعلمك على الحديث، ها؟ هذه إيمان مدام تاعي، تعلمك كيفاش تطشي الحوايج، تعلمك البرودويات، تهابيك بالكدا. كان جيت أنا في بسيطهم راني قبلت على خاطر نشجعهم. علاش يقولون هذا؟ إن شاء الله بقدرة ربي السميع العليم. الخبرة اللي تعلمناها احنا في البريسينج بقدرة ربي سامي العليم نوروها للكل، بقدرة ربي ما تخرج من عدنا كان حافظ الصنعة وامورها 5 على 5، وان شاء الله ربي يسهل لها في مشروعها، يبقى لها ذكرى. انا فرحانة خاطر جيت ولقيت البريسينج قبلوني، وان شاء الله يا ربي نتعلم ونصلح المشروع متاعي. باش نتابعوا صفاء في مختلف خطوات تكوين مشروعها، وللحديث بقية في حلقة اليوم. زادة باش نرجعوا لإندا، المؤسسة المالية اللي تعطي القروض من خلال إندا تمويل، واللي زادة تأمن المرافقة والمتابعة للمشاريع من خلال إندا العالم العربي. المرسى مع 10 متاع الصباح، احنا في واحدة من وكالات إندا تمويل. هذه رحاب 28 سنة، عندها موعد اليوم في الأجانس. توا مدة خذيت رحاب زوز قروض باش تحل زوز نقاط بيع للمواد شبه الطبية باغا فارماسي. سلام، اهلا بيك. احوالك لاباس؟ الحمد لله لاباس. جيت باش نعاود نجدد القرض مرة أخرى. باه اوكي، نوجهك سي سامي. ميرسي. رحاب بدات مشروعها عندها عام تقريبا، وقدمت ملف جديد لإندا تمويل تحب تطور في مشروعها. عسلامة سامي. رحاب شنو حالك؟ صباح. الحمد لله عايشك. ديجا عاود جيت مرة أخرى باش نجدد في القرض نتاعي، خاطر عندي فكرة جديدة باش نزيدها للبروجي إن شاء الله. باهي رحاب، الإيدي نتاعك إلي تخيز انتريسونت، مي لازمها برشا خدمة. سي بور سالا أنا ننصحك إنك تعمل باركور إكسبريس، نبعثوك لإندا العالم العربي. هذيك عندنا دورة نتاع باركور إكسبريس تدوم 10 أيام، هذيك نجمو ننصحوك شنو لازمك تعمل في البروجي نتاعك، خاطرك لازمك تخدم على الكوتي تكنيك نتاعك، تعرف جيستيون، لازمك تميتريز أكثر جيستيون نتاع البروجي نتاعك. في نفس الوقت وفي أجانس إندا تمويل أريانا، أحمد 32 سنة كان حلمه أنه يسافر لأوروبا، وبعد سنين غادي رجع أحمد لتونس بفكرة مشروع جديد، واليوم هو في إندا تمويل باش ياخو قرض يكمل به فكرته اللي بداها. أول حاجة لازم أحمد يعمر البيانات اللازمة باش ملفه يتعدى للدرس. نظراً لطبيعة المشروع وقيمة القرض، أحمد لازم يمر بمرحلة أخرى قبل ما تقع الموافقة النهائية على التمويل. مرحبا مدام سليم، على السلامة. أنا أحمد شعبان. إيه. عملت ديموند لنا بور أن كريدي بور فيونسي مون بروجي. إيه. فوالا. أنت بعت مشروع. باش تحل أول مرة المشروع نتاعك، نقبلوك لهوني، نخرجوا نعملوا معاك فيزيت، نشوفوا لومبلاسمون، نشوفوا المحل نتاعك، وبعد نوريونتيوك الإنداء انتيراب باش تصير معناتها التأطير نتاعك، باش تخدم به دراسة المشروع، باش نجموا تمكنوا تحصلوا على قرض، باش تعرف به قداش الكود انفستيسمون، وهذا كله مجاني توفروا إنداء لكليونيتها باش تربح مشروعك. رحاب وأحمد لازمهم يتعداوا باركور إكسبريس. هذا البرنامج صمم خصيصا من إندا العالم العربي وإندا تمويل، باش باعث المشروع في 10 أيام يتلقى التدريب والمرافقة اللازمة في دراسة جدوى المشروع مع
مراحل بعث المشروع القانونية والجبائية ووضع استراتيجية دخول السوق. وفي آخر نهار من البرنامج بعث المشروع ياخذ القرض اللازم من إندا تمويل اللي تخليه يحل المشروع. هذا مقر إندا العالم العربي. اليوم دورة جديدة للباركور إكسبريس. الدورة هذه تصير كل شهر وفيها يتلقى باعثي المشاريع واللي تقبلوا مبدئياً تكوين على أيادي مختصين لتذليل الصعوبات الكل اللي يتعرض لهم لونتربرونور من مختلف مكونات المشروع اقتصادياً اجتماعياً وبيئياً. وزيد على ذلك التكوين يشمل تطوير قدرات وكفاءة باعة المشروع، وهكا يكون خذا كل ما يلزم باش يحل وينجح مشروع. الأكيد أن الشباب في تونس يواجه صعوبات كبيرة في تمويل أفكار وأحلام. على ذلك المشاريع تتعطل قدام نظام مصرفي ما يدخلش في المخاطرة ويطلب ضمانات كبيرة، إلى جانب البيروقراطية والتفاوت الجهوي. في الوقت اللي معدلات البطالة عند الشباب مرتفعة وتفوق 35%، التفكير في خدمة مسمار في حيط ونقص الثقة في الذات خاصة عند البنات، إلى جانب الافتقار لبرامج تعليمية تنمي المهارات الشخصية وريادة الأعمال، يزيد في تعقيد الوضع اللي تأزم أكثر بعد الثورة. مثلاً واحد على 3 شبان تقريباً ما يخدمش وما يقراش وما يدربش على صرف، وواحد على كل 2 شبان بين 18 و24 سنة بطل القراية وما هوش في التكوين المهني. على ذاك لازم إيجاد بديل يعطي الأمل للشباب، واللي هو ريادة الأعمال اللي تميزت به إندا المتحصل على جائزة سنابل للتميز من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤتمر شبكة سنابل الإقليمي في 2017. عثيمة رحاب، مرحبا بك بحذنا. نرجع الباركور إكسبريس. هذه رحاب اللي شفناها في المرسى جات في الموعد. أنت سيليكسيوني الباركور إكسبريس اللي هو بروغرام داكومبانيومون باش يدوم 10 أيام. برشا حاجات حاب نفهمها، وديجا مازلت صغيرة في الدومين، مازلت نحب نتعلم ونعرف برشا حاجات، سيرتو نحب ننظم روحي في البروجي. أحمد هو زادة باش يشارك في باركور إكسبريس. نورمالمون باش نسمعوك باش تعمل لنا بريزونطاسيون تاع الفكرة نتاعك. حاولت معناها بالمويا اللي عندي نبدا في البروجي. بون سوت ليتا بلي مستحق ان كومبانيون معناها باش يكمل معايا الحلم نتاعي. العشرة كل شيء حاضر وسناء المكونة نجم تبدا الباركور إكسبريس. تري بيان، دونك parmi les facteurs qui conduisent à l'échec d'un projet هو l'absence نتاع l'innovation ou l'amélioration continue. 21 دورة تعمروا الباركور إكسبريس في ظرف عامين في 9 ولايات. 390 شاب انتفع بالبرنامج هذا قبل إطلاق مشروع، منهم 220 شابة، 90% منهم عندهم مستوى بكالوريا وما فوق. في الحصة هذه مع سناء اللي تفسر في طرق نجاح المشروع وأسباب إخفاقه، المشاركين الكل منتبهين للي تقول فيه المكونة المختصة. باركور إكسبريس هو برنامج مرافقة تقوم به إندا العالم العربي اللي المقر متاعها في حي التحرير للشباب الراغبين في بعث المشاريع. دونك كوم سون نو لانديك هو سي ان باركور كاركتيريزي باغ الغابيديتي متاعو. On met l'accent على لي كومبيتونس انتربرونوريال متاعو اللي احنا كيما في البروغرام il va connaître vivre et développer لي كومبيتونس متاعو في بعث المشاريع. معناها الناس اللي حاضرين معاك هوني عندهم مشاريع ولا عندهم افكار نتاع مشاريع مختلفه كل واحد في اكس في دومين اللي تلقاه في الارتيزانا، في السيرفيس، في البرودكسيون، في الخدمات اجمالا. دونك كل واحد عنده نشاط، وهذايا اللي يخلق ليتيروجينيتي، هذايا تخلق لا ريشيس ولا ديناميك او سان دو جروب. وهنا لي تيمونياج نتاع العباد اللي عملوا باركور اكسبريس ويجيو ساعات يقولوا لا حشتنا كان بالفينونسمون، ماذا بينا نبداو البلوتو بوسيبل. كي يعمل برنامج المرافقه يبدل رايه، يبدل رايه وتحلت عينيه على برشا حسابات، على البردوديه المشروع نتاعو، على لي شارج اللي نجموا يكونوا عنده، على لي بارتنير اللي نجموا يكونوا متواجدين في المحيط نتاعو. خاطر تعرف رياده الاعمال يلزمني ماذا بيا ندخل في مشروع ناجح شويه لهنا الفون بروب خلي عنده. وطريق النجاح تبدا من هوني بالنسبه للمشاركين اللي يبلغ عدد هم اليوم 15 مبيعات مشروع. دونك احنا وزعنا عليكم الاوراق وجوفوك وفو غاردي لي سوبور هذوما تذكروهم اللي نحاولوا نتجنبوهم في استراتيجي نتاعنا توا من الاول. استغلينا وقت البوز باش نحكيو شويه مع رحاب. رحاب، انت في نهار من النهارات كنت قاعده قلت يا نمشي لاندا نشوف كيفاش نعمل مشروع. صحيح. منين جاتك الفكره؟ كيف عرفت؟ والله وحدي بقيتو ما استحقيت حد باش يعاونني. قلت خليني نبدا.
من الناس كل بريسك برشا ملحومة خذي وبرشا صحابي جيراني فهمت سألوني هما أنا حبيت مونطون كبير قداش حبيت أنت؟ حبيت 20 خذيت 10 كيما عندي بريمي تصب سالير كل شهر كما نقولوا كمليون ونص زملاين لميت منهم شوية مع القرض كاو تحلت الدنيا جات الكورونا ديجا كنت باش نحل قبل الكورونا بعد حليت بعد الكورونا المفيد قعدت نستنى في الكري اللي أنا نحب عليه في البلاصة اللي أنا نحب عليها باهي كي نسمع واحد نصيحة وكي نجي نسمع فورماسيون كيما هكا باش أنا ما نغلطش أبخي تو والأكثرية نحن كلنا صغار في العمر وتوا الحمد لله ولا عندي تريبل سلعة اللي أنا كانت عندي وكل مرة نعمل حاجة بديت بأربعة تحس أكتيفيتي تكبر أي حاجة صغيرة وعملتها على ذوقي أنا محلاها وشيخة عليها كي شوفوها الحمد لله أي ومشينا مع رحاب لوسط العاصمة باش ناخذوا فكرة على مشروعها اللي بدا من مدة صغيرة بزوز نقاط بيع معانا كان متواجد سامي من فريق اندا والمتابع للمشاريع باش يعطي ملاحظاته الرحاب دونك الاسباس هو كبير دونك لازمك تزيد تعاود تشارجي شوية سلعة بتاتخ يفو تخافيي سيغ لا لوميير طافية شوية دونك وشوية ديكور الأكثرية دونك لهنا نتبعوا الكليونات نتاعنا وتصير هذه كل 6 أشهر تصير فما زيارة ويكون تفهم تقييم للمشروع وين وصل يهمنا ياسر انه هو ينجح في المشروع نتاعو خاطر نجاحه هو سيكون نحن نجحنا في تأطيره في متابعة مشروعه نجاحه هو من نجاحنا نحن باش تكمل رحاب تكوينها في باركور إكسبريس وبعد 10 أيام باش تعرف رد اللجنة على طلبها في قرض آخر لتطوير مشروعها وكان زادا عندي لقاء مع أحمد اللي ريناه في أجانس إندا تمويل واللي عنده شهادة من جامعة خاصة في صيانة ميكانيك الطائرات عملت عن ستاج في تونسير خدمت كيف كيف عام بعت لي كفي قولوا نحن ما عمل كي يعمل البياس نتاع الافياسيون كل الحاجات في ميغرين عملت عن سكري في ايكول معنا في فرنسا في لياغ في ميرفيل اكوديت لونس غاديكا وابخي غاديكا فما دي كونديسيون بعديك برشا حاجات نبدلوا هذاك هو اللي خلاني انا وهو بعديك فهمت برشا حاجات من اكسبيرونس تعلمتهم انك تو فاري سي توجور سالاري وقت رجعت لتونس 2019 بالضبط قلت في مخك انا جربت هذا معناها لو دومين اللي انا حلمت به اللي بتتر لاكسي ليه كان صعيب وي انا معناها انا حبيت نخدم معناها امون بروبر كونت معناها نخدم معناها انا معناها جوجير معناها لي بروجي نتاعي جي جامي في دي بروجي كنت ديما سالاري حاجه باهيه على الاخر معناها باش تعرف انا كومون تي جير لو بروجي نتاعي باغ اكزومبل فاش يكون لي ريسك ولا يوروك كيفاش معناها او نيفو مونتال او نيفو مع بسيكولوجي كيفاش تجري البروجي نتاعك شنو هي اللي نجم يربحك في البروجي كيفاش نجم تنجح البروجي نتاعك حبينا ناخذوا فكره على مشروع احمد اللي حضر فيه واللي امن برشا بنجاحه بداه بتمويل ذاتي ويستنى في قرض من اندا قيمته 40,000 دينار مشروع احمد هو كريبري دراسات جدد ورؤية مختلفة. الو غدا هو البروجي اللي الحلمة اللي أنا حلمتها اللي وين وصلت لها معناها. هذا الكونتوار فما لنا معناها دو كريبيير على الأقل، بون عندي بور لو مومون أون. مخمم باش نعمل لي بونكي وغاديك باش يجي أن ميني بار. أحمد لازم يحضر كل يوم التكوين في باركور إكسبريس باش يقوي حظوظه للنجاح في المشروع هذا. وفي الأخر باش ياخذ رأي اللجنة في طلب التمويل اللي قدمه. منوبة الأحداث متاع الصباح، اليوم باش نتعرفوا على مشروع قائم الذات، مولاته تعديت ببرنامج باركور إكسبريس. حلت اللوكال الأول للمشروع ولكن بعد صعوبات اليوم بدلت هوني. اسمها هيفا، 30 سنة. بتحصل على الدبلوم الصيانة الكهربائية عملت 180 درجة وبدأت مشروع دار مسنين خاصة كما كل يوم نهارها يبدأ بالإشراف على اللي يستحقوه عائلتها الثانية كما تسميهم هي واللي حبينا نسمع منهم زوز نزيلات يتحدثوا على ظروف مجيئهم للدار أنت ما عندكش عائلة؟ عندي عائلة عندك أولاد وكل؟ عندي وينهم؟ في ديارهم جابوني حطوني لهني عند قديش عندهم اللي جابوك؟ تو عندهم يجي 15 يجي 11 يوم تو يعني. تو وعلاش جابوك ما قعدتش بحذاهم؟ هلا غالب هم يتخادموا البناويت وولدي يخدموا وكان ما باش تقبلني مرت
على تدخل اندا في المشروع نتاعك، كيفاش عرفتها وشنو التدخل نتاعها في المشروع؟ اندا هي اللي مولتني اترافير اندا تمويل. الحق قدمت دوسيي في البيتياس واستنيت استنيت استنيت ما جاتنيش ريبونس، وفما شكون عملت فورماسيون عاديه في اندا خاطر كل بيريود يعملوا فورماسيون. علاش ما تمشيش؟ قالت لي علاش ما تمشيش تشوف، وافقوني الحق. فادك الباركور اكسبريس؟ كيفاش فادك؟ خاطر البروجي كان فكره يكونوا معاك معنا اي لي كوتش يعاونوك، شنو انت تنجم تضيع عليك الف حكايه خاطر كومي مانيش الكلنا معنا مانيش في الدومين ولا ما نفهموش حاجات كيما تعرف الجانب الجبائي والقانوني. يعطيك الصحه والحاجات هذوكم الكل. بالنسبه للتمويل، هل انه يساعدوك عند تمويل في الاقساط، يعني يعطوك حاجه ملائمه للدخل نتاعك؟ اي هو انت تختار، فهمتني، على حسب المبلغ اللي خذيته. واني قلت لك انا كي صارت معناها سورتو انا معناها قداش من حاله صارت لي، الحق كانوا باهين معايا على الاخر. فرحانه بالمشروع هذا؟ اكيد. بورتون معناها ما حققتش الربح المادي كيما بتتر بشوي 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 اكيد يعني. معناها ولكن المشروع اللي تحلم به؟ حلمتي. شنو تقول للناس اللي في مخهم مشروع، في مخهم حاجه يحلموا بها، في مخهم فكره ومازالوا مترددين في هذا، يخافوا ولا يقول لك منين باش نبدا؟ تبدا، عندك بيوت ابدا، مهما كانت لي كونديسيون، ومهما باش يعرضك، ومهما باش تشوف، ومهما باش يصير، حلمتك انت ماك مقتنع بها، تحب تعمل حاجه اعملها.